الله العبدولي العضو المنتدب لشركة جزيرة المرجان. جزيرة المرجان هي أيقونة المشاريع السياحية والعقارية في إمارة رأس الخيمة، تمتد لمسافة 4.5 كيلومترات داخل مياه الخليج العربي، تغطي مساحة حوالي 2.7 مليون متر مربع. تتألف الجزيرة من 4 جزر اصطناعية متصلة ببعضها البعض بشبكة من الطرق والبنية التحتية. يوجد حاليا في الجزيرة حوالي 3 فنادق قيد التشغيل: فندق ريكسوس باب البحر، فندق هيلتون دبل تري، فندق مرجان آيلاند أند ريزورت بإدارة أكور. نطمح في الجزيرة للوصول إلى حوالي 8000 غرفة فندقية، حوالي 12000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 600 منزل وفيلا للعطلات. تهدف الجزيرة من خلال مشاركتها في معرض سيتيسكيب إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تقوم بالتطوير معنا في جزيرة المرجان.